النهاردة ظهرت تسريبات عن موبايل قوي جدا جاي من شركة ريلمي، والموبايل دوت هو موبايل ريلمي جي تي 2 برو 5G، النسخة الجديدة من موبايل ريلمي جي تي بس المرة دي 2. والموبايل دوت فعلا بيجي مواصفات جبارة جدا من غير اي كلام، من ناحية شاشة ومعالج وكمان سرعة الشحن الجبارة فشخ اللي بيجي بيها. فيعني يلا من غير غي كتير، لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا نبدأ على طول. قبل ما ابدا كده احب اقول لك ان اي صوره استخدمها او اي فيديو دي صوره الموبايل ريلمي جي تي النسخه العاديه، مش النسخه البرو اللي هي بتاعه السنه اللي فاتت اللي هي بتاعه شهر مارس اللي فات، علشان لسه ما فيش اي صوره متسربه عن الموبايل دوت، والاغلبيه بتقول ان هو يجي بتشابه كبير قوي من النسخه اللي قبله. ويلا بقى نبدا. الموبايل دوت هيدعم تركيب شريحتين اتصال، واكيد بيدعم شبكات الجيل الخامس، وبيدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5. وبالنسبه للصوت الخارجي فالصوت هنا بيجي استيريو، يعني مش النسخة العادية تيجي استيريو والبرو تيجي عادية، أكيد طبعا هتيجي استيريو. ومن ناحية الشاشة بتاعته فبتيجي من نوع سوبر أموليد بمساحة 6.5 بوصة مع نسبة استحواذ 86% بدقة Full HD Plus وبأبعاد 20-9 ومع كثافة بكسلات 404 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بمعدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز. وبالنسبة يعني الشاشة ديت فيها شاشة ممتازة جدا، وبأكد لك ان في حاجات ناقصة لسه فيها. صح، بصمة تحت الشاشة، وزي ما قلت لك في حاجات ناقصة، بس الشاشة لحد دلوقتي هي نفس الشاشة التيبيكال الموجودة في النسخة العادية اللي هي ريلمي جي تي، ممكن يسميها ريلمي جي تي 1 بس هي ريلمي جي تي بس. اوكي، اما بقى من ناحية الرام والذاكرة فهي برضو نفس النسخ. وطبعا بتسألني فين الجديد، لا يتقل شوية عليا بس ولك الجديد فين. الموبايل دوت بيجي بنسختين، الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع UFS 3.1، ومش بيدعم تركيب بطاقة خزن خارجية. اما بقى من ناحية الجديد في الموبايل دوت وهو المعالج، الموبايل دوت هيجي بمعالج سناب دراجون 898، وطبعا المعالج دوت هيكون اقوى معالج من شركة كوالكوم في سنة 2022، يعني هيديك افشخ اداء من ناحية برامج والعاب، والالعاب هنا طبعا على اعلى اعدادات يا باشا، وعلى اعلى فريمات وعلى اعلى جرافيك وعلى اعلى كل حاجة، تمام؟ يعني من الاخر مش هشتكي معاك نهائيا، وما اظنش يعني ان هو يسخن، المعالج دوت فشيخ، وبيجي بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة ريلمي يو اي 3. اما بقى من ناحيه الكاميرات فالكاميرات هنا فيها جديد شويه، وصراحه لا كويسه. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، الاولى بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8 وبتدعم التثبيت البصري OIS، والكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل وديت كاميرا تلفوتو، والكاميرا الثالثه بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.3 وديت كاميرا الترا وايد بتصور بزاويه 117 درجه، وبيجي معاهم فلاش ليد ومزدوج وبيدعموا تقنيه البانوراما والاتش دي ار، وتقدر تصور فيديو بدقه 4K بسرعه 60 متر في الثانيه. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.5 وبتدعم تقنيه البانوراما والاتش دي ار، وتقدر تصور فيديو بدقه فول اتش دي بسرعه 30 متر في الثانيه. وبالنسبه ليعني اداء الكاميرات ديت فالكاميرات ديت يعني لسه تسريبات، بس اكيد افضل من الكاميرات الموجوده في النسخه القديمه اللي هي ريلمي جي تي واللي كانت ممتازه فعلا برضو، وده واضح يعني من الكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل بدل 16 ميجا بكسل، يعني الضعف. بس الكاميرا الخلفيه ممكن تقولي دي 50 ميجا بكسل يا باشا، والنسخه القديمه 64 ميجا بكسل، بس افكرك النسخه القديمه مش بتدعم التثبيت البصري OIS، يعني اكيد نوع سنسور متغير لنوع افضل مع تقنيه اضافيه. اما بقى بالنسبه لباقي التقنيات فالموبايل بيجي مع واي فاي من الاصدار السادس، وبلوتوث من اصدار 5.2، ومعهم كمان الجي بي اس وتقنيه الاف سي، بس مش بيدعم الراديو. اما بقى من ناحيه البطاريه فبتيجي بالساعه 5000 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع طلقه وهو 120 واط مع شاحن من نوع تايب سي، وطبعا حجم البطاريه هنا ممتاز مع المعالج دوت، علشان يعني المعالج دوت موفر شويه للطاقه، ومع سرعه شحن فعلا جامده قوي، لا قوي قوي فعلا. والموبايل دوت سعره متوقع ليه يعني هتعرفه دلوقتي يعني، فدي حاجه ممتازه جدا، ضعف سرعه الشحن الموجوده في نسخه ريلمي جي تي العاديه، ومع حجم بطاريه اكبر ومعالج افضل. لا 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 جامد جامد الجمدان. بصوا كده انا خلصت الفيديو، وقلت كده اعمل كده تيست بسيط، انا مش هقول السعر هسيبه لك في الوصف، بس قبل ما تنزل تبص عليه اكتبه في التعليقات السعر المتوقع، يعني ممكن تقلع غلط وانا صح عادي، شيء طبيعي جدا ما انا مش هعرف كل حاجه، فاكتبه في التعليقات بعد كده اقلع بص عليه، تمام؟
بس هو سعره كويس، يعني حط كده رينج معقول كموبايل منافس. بس كده كده انا خلصت كل حاجه، ولو عندك اي سؤال سيبهولي، اكتبه لي في التعليقات برضه انا هرد عليك. يلا سلام.